أحب أن أقول أيها الإخوة، لي كلمة مأثورة من سنين أرددها وأقولها، أقول دائما أولوية الأولويات الإنسان، الإنسان، وأولوية الإنسان الحرية، الحرية. هذه كلمة لها ما وراءها كما يقال، ودونها ما تحتها من أعماق. بعض أحبابنا نقد على هذه الكلمة، قال لا، أولوية الإنسان الله، لا أنا مصر أولوية الإنسان الحرية ليست الله تبارك وتعالى، لا أولوية الإنسان الحرية. لماذا؟ سأجيب أيها الإخوة. لو قلنا أولوية الإنسان الله كما يصر بعض الظاهريين والنصوصيين والحروفيين أصحاب الأفق الصغير أيها الإخوة والمستوى القليل في عمقه في فهم النص وجوهر النص ومقاصد الشرع الكريم كما حدث عبر تاريخ الملل والأديان، لما شكل هذا أي ضمانة تقريبا، بصعوبة سيشكل، لكن لعله لا يشكل أي ضمانة لحريات البشر وأي حصانة أيها الإخوة ضد انتهاك حريات البشر. بالعكس، ظلت حريات البشر عبر الأدهار والعصور أيها الإخوة أو الأعصار تنتهك وتصادر باسم ماذا؟ باسم الله، باسم المقدس، دفاعاً عن الدين، عن العقيدة، وعن جناب الله تبارك وتعالى، وعن الأيديولوجيا، تصادر حريات شعوب كاملة، شعوب كاملة أيها الإخوة، باسم الله. لكن ما الذي يحدث في الحالة المعاكسة؟ في الحالة المعاكسة، إذا جعلنا أولوية الإنسان الحرية في أول خطوة على مسيرة البحث والتنقيب أيها الإخوة والتعمق، سنجد الله ثابتاً لا إله إلا هو مباشرةً. لماذا؟ الله لا ينفى، مستحيل إذا أثبت حرية الإنسان أن ينتفي الله، طبعاً اعتقاداً ليس في الواقع، الله في الواقع هو الحق المبين لا إله إلا هو، في الاعتقاد فلسفياً ميتافيزيقياً يستحيل. لماذا؟ سأوضح لكم هذا، وهذه نقطة عميقة جداً جداً جداً، أكيد بالحري مثل هذا أخ الفاضل لا يدركها ولم يسمعها من قبل، لم يسمعها إيه؟ من قبل، لذلك قال لك لا، الأولوية الله، لا نريد حرية تأتينا بالإلحاد، تأتينا بالفساد، تأتينا بكذا وكذا، لا، من قال لك؟ نحن نتحدث عن الحرية بالمطلق، وفي رأس هذه الحريات الحرية الأنطولوجية، الحرية الميتافيزيقية، فريدم يعني، مش ليبرتي، لا، الفريدم، مش حرية التحرر، الحرية بالمعنى الذي يطرح في الأدبيات الكلامية، في الأدبيات العقدية، في الغرب الأدبية اللاهوتية الثيولوجية باسم إيه؟ مخير ومسير، مخير أو مسير، هذه الحرية الميتافيزيقية أو الحرية الأنطولوجية أيها الإخوة مباشرة لا معنى للحديث عنها، وضروري أيها الإخوة أن نتحدث عنها، لكن لا معنى أصلاً للبحث فيها والحديث عنها إذا افترضنا غياب الله تبارك وتعالى. الفيلسوف الألماني المتدين الوجودي كارل ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة ماذا يقول؟ يقول لا معنى للحديث عن حرية الإنسان إذا لم نتحدث عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن السؤال يثور من تلقائه، إزاء من؟ أنت تقول أنا حر، إزاء من؟ إذا ما في إله قدر عليك أشياء وقضى عليك بأشياء وأنت مسؤول إزاءه، إذن إزاء من؟ أنت حر أو غير حر؟ تنتفي المسألة أساساً من أصلها، ولا تغدو لا حراً ولا غير حر، المسألة ليس لها معنى أصلاً، فهمتم؟ إيه هذا هو. إذن فالحرية الأنطولوجية، الحرية الميتافيزيقية لا معنى لها مطلقاً بغير افتراض ماذا؟ وجود الباري لا إله إلا هو. إذن نحن لم نخسر الله هنا حين ننحاز الحرية ونجعلها أولوية الأولويات في الضربة الأولى، في الخطوة الأولى نكسب ماذا؟ الله تبارك وتعالى، هذا هو. وبعد ذلك نكمل المشوار، نكمل المشوار. وهذه الحرية ضمانة أيها الإخوة، ضمانة لإتاحة الفرص الواسعة وليس الضئيلة المنزورة للبشر لكي يطوروا تجارب روحية حقيقية، تجارب إيمانية حقيقية، وليست أشكالاً من التدين الزائف والكاذب الذي لا يتغير أكثر من الامتثالية والتطابق مع المجتمع. وهذا التدين عرفته كل الشعوب وكل الجماعات، يوشك أن يكون بغير قيمة أصلاً،
يوشك أن يكون في صور من صوره وسبب الكوارث والمصائب التي تحيق بالركب البشري، أليس كذلك؟ نعم، هو هذا. لكن إذا جعلت الأولوية للحرية أبداً أنتج ذلك نوعاً من التجربة الإيمانية الخصيبة المتحررة العميقة المتجوهرة بالمعنى، المتجوهرة بالمعنى في عمقه، وليست المتدثرة بعباءة الطقوس والشعائر. هذه التجربة الدينية في أفقر صورها، في أفقر صورها. مسألة مهمة أيها